Something. What do you think he does down there all the time? This is what happens. The ungrateful little girl. Dawn. My dad is also your dad. What are we calling this one? I am gonna find her myself. I'm gonna go outside. What do you think? I hid your sister down here. Time passes really weird down here. Motherhood. Is the best thing that can happen to a woman. ازيكم يا جماعه عاملين ايه ورجعنا لكم مع فيلم نزل من حوالي شهر تقريبا في التلفزيون بره والفيلم اسمه Girl in the Basement الفيلم ده فيلم تلفزيوني مش سينمائي فما في السينما هو نزل في التلفزيونات الفيلم بطولة جاد نيلسون وستيفن سكوت ومن اخراج اليزابيث روم الفيلم بيحكي عن قصه حقيقيه حصلت من مده أو أقول بمعنى أصح مأساة حقيقية حصلت بالفعل ونبتدي نتكلم عن الفيلم الفيلم بيحكي عن سارة بنت صغيرة شابة كانت بتحلم لما تكمل تمنتاشر سنة كانت عايزة تلف هي وصديقها العالم لكن والدها اللي هو أو أقول المعقد نفسيا هو اسمه دون كان مجهز مفاجأة من نوع تاني ضحك عليها وكان في زي قبو كده عندهم تحت البيت تمام كان مجهز انه يبقى ضد الانفجارات من زمان يعني فضحك عليها وسحبها تحت البيت وحبسها طبعا من غير حد ما يعرف وتتولى بعد كده بقى ايه الاحداث بتاعه الفيلم اللي ما شافش الفيلم يا ريت انا برشح ان الفيلم ده يتشاف فيسيب الريفيو ويروح يتفرج على الفيلم اللي شاف الفيلم ممكن يكمل معايا الفيديو علشان لما هقول رايي هيبقى فيه حرق لبعض الاحداث زي ما قلت في الاول ده فيلم تلفزيوني مش فيلم سينمائي فطبعا وانا بتفرج بيبقى الاكسبكتيشنز او التوقعات اللي عندي بتبقى متوسطة او تحت شوية يعني مش متوقع ان هشوف حاجة انتاج جامد او كده لكن المفاجأة كانت حلوة الفيلم التمثيل كان جامد بالنسبة طبعا لستيفن سكوت وبالنسبة لجود نيلسون اللي هو قد طلع دور الشرير او الاب الشرير فلا كان غير المتوقع كان لا فيلم جميل وبس كان فيلم يوجع القلب قوي وكان فيلم محزن جدا وقد ايه الفيلم ده خلاني احب الافلام الرعب اللي فيهم الاشباح وفيهم الوحوش والكلام ده كله ليه علشان الوحوش والاشباح اكتر رحمه من جبروت البني ادم يعني تخيل الوحش او الشبح دول غلابه غلابة جنب فعلا لما في بني آدم قادر انه يعمل حاجة وحتى كمان ممكن ان البني آدم يجيب الشيطان كده ويقول له اقعد على جنب واتفرج وانا حوريك الشغل الصح علشان انت طرقك بقت قديمة وافكارك بقت قديمة وانا هفرجك ووريك الشغل الجديد نرجع بقى للفيلم الفيلم مدته حوالي ساعة ونص او اقل حاجة بسيطة بس طبعا مش الواحد ما حسش بالملل على قد ما حس بالعذاب حس العذاب اللي بتعنيه كانت البطلة في الفيلم وطول ما انا بتفرج على الفيلم في دماغي اللي هي الحادثة الحقيقية فقد ايه طبعا الفيلم طبعا يعني احاول اختصر مدة اللي هي حبس البنت اللي هي في الحقيقة كانت 24 سنة في الفيلم كانت 20 سنة فالواحد يعني بيفكر قد ايه عاشت في عذاب المدة الطويلة دي فالصراحة فيلم متعب خالص والميزه اللي انا شفتها في الفيلم اللي هو الاستعانه اللي بابطال يعني شبه مش معروفين وده اللي يخلي اللي بيتفرج يصدقهم في الدور يعني احسن ما كانوا يجيبوا حد مشهور فممكن ما تبقاش مركز في الفيلم تبقى مركز في البطل المشهور وتقعد تقعد تفتكر في اعماله اللي قبل كده لا تقول ده قبل كده كان تمثيله احسن لا ده الفيلم ده احسن من افلامه اللي قبل كده فتقعد تقارن لا ده انت بتتفرج على ناس تقريبا جداد فاللي بيعملوه على طول الواحد بيصدقه والفيلم كمان خلاني افكر في حاجه ما كنتش بفكر فيها كتير قبل كده اللي هي طريقه سيكولوجيه الانسان ازاي يعني البنت اللي هي المقهوره اللي ضحك عليها واتحبست مده طويله في القبو ازاي ابتدت ترضغ وازاي ابتدت تتعود على الوضع فده خلاني افكر ازاي بني ادم لما يتحط في وضع او وضع قهري كمان ازاي يستسلم له طبعا الناس كلها مش زي بعض بدليل ان في اطفالها مر يعني ابتدوا مع الوقت ما يرضوش بالوضع بتاعهم وعايزين كان يطلعوا من القبو فمش كل الناس اللي بتستسلم للوضع اللي بيبقى بيتحطوا فيه فخلاصة الكلام لو هنتكلم بالنسبة للفيلم مش الحادثة بالنسبة للفيلم فيلم جميل مؤلم قوي متعب قوي اللي هيتفرج يعني ممكن ما يقضيش وقت حلو علشان بيشوف بس هي إيه حقيقه الطبيعه بتاعه البني ادم عامله ازاي تقييمي لفيلم جير ان ذا بيسمنت هو سبعة من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات عجبهم ليه ايه السبب واللي اتفرجوا ما عجبهمش يا برده يقولوا ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض وسلام